هذه أم عبد الله أرسلت عددا من الأسئلة تقول في أولها: ما شروط التوبة وما أوقاتها؟ التوبة ليس لها أوقات، هي مطلوبة في كل وقت، وتجب المبادرة بها ولا يؤخرها إلى وقت مستقبل، لأنه لا يدري هل يدرك المستقبل أو لا يدركه، عليه المبادرة إلى التوبة في أي وقت كان، من ليل أو نهار. وأما شروطها فهي كما ذكر العلماء: الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنوب وعدم البقاء عليها، الذي يتوب بلسانه وهو مقيم على الذنب لا يتحول عنه، هذا غير تائب، توبة باللسان لا تكفي. الشرط الثاني أن يندم على ما حصل منه، أما الذي لا يندم على ذنوبه ولا يخاف منها فهذا ليس بتائب. الشرط الثالث أن يعزم أن لا يعود إليها طيلة حياته، فإن كان في نيته أن يعود إليها في وقت آخر أو في مكان آخر فهذه توبة مؤقتة لا تصح، لا بد أن تكون التوبة دائمة وباقية. فإذا توفرت هذه الشروط التوبة صحيحة، وإذا كانت التوبة من حق بينك وبين مخلوق تعديت عليه بمال أو عرض أو غير ذلك من أنواع الظلم فلا بد من إعادة الحق إليه أو طلب مسامحته، لأن حق المخلوق لا يسقط إلا بعفوه عنه أو إيصاله إليه. نعم. شيخ، تحقيق الندم من الستائر كيف تحصيله؟ يندم على الذنوب التي مرت ولا يكون غير مبال بها ولا خائف منها. نعم.